السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صوم طيبين. معاك كابتن اسراء. النهارده هنتمرن تمارين كتف وبنش صدر، يعني هنلعب كتف. دي طبعا بتشد طبعا الدراعات جدا، بزائد كمان اللي هي بتحرق معاكي دهون. لو في مشاكل دهون طبعا كلنا بنحاول نتمرن التمرين دوت بالشكل اللي هو كمان بيقوينا كمان دراعاتنا. يلا بينا نخش اول مجموعه. هنجيب دمبلين خفاف جدا، هنلعب بيهم مش نفس الشكل كده، وتعدي لنفسك 10 عدات مثلا. بعد كده خش مجموعة تانية، كل شكل طبعا بتخش فيه طبعا المجاميع بتاعتك، عدات على قد ما تقدري تجيبيها. نفسك كويس، سرعة بالراحة، خلاص الشكل كده. وبعد كده تخش شكل تاني كلهم ورا بعض. تمام. بعد كده نخش بقى على البنش، برضو بنفس بركة الوزن اللي كان في ايديكي بنفس الشكل. تاني انت بدك عدات برضو، تفزي كويس، دي بتشد معاكي الصدر وبتحرق معاكي الدهون الزياده. بعد كده بناخد شكل تاني بعد ما نخلص مجموعتنا. اخر حاجه، اخر شكل، تنزلي كده على الضغط على ركبتك، تنزلي بالراحه وتطلعي، وتعدي برضو مع تثبيت النفس طبعا. بتجيبي المجاميع بتاعتك والعدد بتاعتك عادي. بس النهارده خلصنا مجموعتنا، اشوفكم حلقة تانية ان شاء الله. باي باي.